حياكم الله مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كلام مسؤول. أنا نهى علي أترافق مع لبنى فواز وأيضا رولا الطراونة في حديث المسؤولية لهذا اليوم. حديث المسؤولية سوف يكون عن شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة التي تنشط في العديد من القطاعات، كما أنها تهدف لإقامة وتأسيس وتملك المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والسياحية والعقارية وغيرها. تمتلك السلام العالمية العديد من الشركات التابعة، لكنها ارتأت في الآونة الأخيرة تجميع أعمال بعض هذه الشركات ضمن سياسة ترشيد الإنفاق. سجلت الشركة نموا بحدود 6% في النصف الأول من هذا العام، فهل ستستطيع المحافظة على هذه النسبة لما تبقى من هذا العام، وما هي أهم التحديات التي تواجه أعمالها؟ سوف يرافقنا في حديث اليوم الرئيس التنفيذي لشركة السلام العالمية الدكتور عدنان ستيتيا. مرحبا بك دكتور عدنان، وبشرفنا أنك تكون معنا في حديث المسؤولية لهذا اليوم. لكن بداية مشاهدينا لنذهب إلى هذا التعريف بالدكتور عدنان وأيضا بالسلام العالمية في هذا التقرير. السلام العالمية للاستثمار تكتل اقتصادي ولد من رحم عائلة فلسطينية في الدوحة منذ نحو 65 عاما. بدلت السلام عباءتها العائلية إلى مساهمة عامة في العام 2000 بموجب مرسوم أميري سمح بتداول أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية برأس مال قرب مليار ريال آنذاك. تعمل السلام العالمية في قطاعات التطوير والإنشاء والصناعات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والتوزيع والبيع بالتجزئة، وتملك وتدير أكثر من 33 وحدة أعمال، وتنتشر عملياتها في قطر والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والسعودية وعمان والأردن ولبنان. تمتلك عائلة أبو عيسى نحو 50% من رأس مال الشركة البالغ حاليا 1,140,000,000 ريال قطري، ويسمح للأجانب بتملك ما نسبته 100% من أسهم الشركة التي دخلت عملية إعادة الهيكلة في عدد من الشركات التابعة. سجلت أرباح السلام العالمية للاستثمار نموا بنسبة 6% بنهاية النصف الأول من العام الجاري وصولا إلى 48,000,000 ريال، مدفوعة بأرباح استثنائية غير مكررة بقيمة 16,000,000 ريال سجلت في الربع الثاني. هذا وسجلت إيرادات الشركة نموا طفيفا لتناهز 1,356,000,000 ريال، في حين استقرت موجودات الشركة عند 5 مليارات ريال وحقوق الملكية عند 1,800,000,000 ريال قطري، في حين نهزت مطلوبات الشركة ومديونيتها أكثر من 3 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من العام 2016. ونرحب من جديد في كلام مسؤول بضيفنا الدكتور عدنان ستيتيا وهو رئيس تنفيذي لشركة السلام العالمية. أهلا ومرحبا بك معنا. نتحدث بالبداية عن أرباح الشركة التي مثلت حدود 6% في النصف الأول من هذا العام، يعود أغلبها إلى ربحية حققتها الشركة في الربع الأول، لكن لا نستثني أن الربع الثاني كان بيع لإحدى الشركات التابعة بحدود 16,000,000 ريال. لو ما استثنينا هذه العملية لتبخرت أرباح الربع الثاني تقريبا. ما تعليقك وماذا عن النشاط التشغيلي للشركة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أبين بأن التبعية تكون من في حالتين، إما تبعية مالية أو تبعية عضوية. الشركة اللي وصفت بأنها شركة تابعة حسب معايير المحاسبة يجب أن تكون تابعة كون هناك سيطرة على الإدارة وأغلبية التملك لرأس المال، إلا أنها ليست شركة تابعة بالمفهوم العضوي وليست جزء أساسي من السلام العالمية. ولكن السلام العالمية تملك 60% منها. صحيح، ولكن ليست يعني شركة عضوية. مثلا لو ذكرتي لي السلام للتكنولوجيا مثلا أو استوديو محلات السلام، هذه شركات عضوية. إحنا في الحقيقة أحد أنشطة الشركة هي الاستثمار في الشركات وفي المشاريع، وكانت هذه الشركة يعني الهدف من الاستثمار فيها فقط أنه استغلال فرص النمو الكامنة في هذه الشركة وتعظيم الربحية منها، ولما حققت الهدف ونضج الهدف كان لابد من التخارج منها. لكن صنفت شركة تابعة وفقا لمعايير المحاسبة العالمية اللي بتفترض أنه أنت إذا تملكتي 60% أو 51% أو أكثر
تصنف شركة تابعة، وهذا تبعية مالية وليس تبعية عضوية، وبالتالي هذا الربح يعتبر ربح تشغيلي كونه من أنشطة شركة الاستثمار. وهناك عدد يعني من الأمثلة سابقا وسلاحقا إن شاء الله نستثمر في شركات إما هناك فيها يعني فرص واعدة أو نتيجة تعثر معين، نقوم بترشيد هذه الشركة ونخرج فيما بعد، وهذا كان مستهدف من الأساس. لذلك هذا الربح هو ربح متكرر ليس بذاته إنما بنوعه، يعني إن لم يتكرر بذاته لأنه سيتكرر بنوعه. ولكن لاحظنا دكتور عدنان بالفترة الأخيرة يعني دائما أو غالبا الأرباح للسلام العالمية تأتي من هذا النوع من الأعمال والعمليات، مثلا بالربع الثالث من العام الماضي كان عبر بيع عقار وهذا انعكس على النتائج المالية للشركة. على كل حال يعني كان في اجتماع لمجلس الإدارة وقررتم على ما يبدو أنه تجميع وتوحيد أنشطة الشركة، ما المقصود بهذا؟ هل سيكون مثلا هنالك تخارج من شركات جديدة، استغناء عن موظفين؟ ما المقصود تحديدا بتجميع وتوحيد أنشطة الشركة وترشيد الإنفاق؟ يعني إذا كان هناك أنشطة متجانسة أو قريبة أو متممة أو مكملة نقوم بتوحيد هذه الأنشطة، أو إذا كان هناك أنشطة غير مجدية أو ذات ربحية ضعيفة أداء متدني بتم تقليصها والخروج منها. بالنسبة للعمالة لا يعني التوحيد يعني وتجميع الأنشطة دائما استغناء عن العمالة. العمالة احنا بنعتبرها أحد الأصول، يعني أحد الأصول غير الملموسة في الشركة، لأنه بتعرفي العمالة تخضع لفترات تدريب طويلة وتكتسب مهارات ليس بسهولة يعني التخلص منها، لكن ممكن نقلها إلى أعمال وفرص جديدة ومشاريع جديدة. لكن إذا كان في فائض العمالة لابد من اتخاذ القرار المؤلم بالاستغناء عن هذه العمالة إذا كان هناك فائض. نعم. طيب لنتحدث أكثر يعني باستفاضة حول موضوع الإيرادات، حول أيضا إيراداتكم من الأسواق الخارجية، لديكم هذه المجموعة الكبيرة من الشركات التابعة والتي تستثمرون أيضا في شركات أخرى في قطاعات مختلفة، ما هي أهم الإيرادات وأهم القطاعات التي أيضا تشكل النسبة الأكبر من هذه الإيرادات وأيضا حصة السوق المحلية والسوق الخارجية؟ نحتاج لبعض الأرقام دكتور. يعني عمليا انه احنا عندنا خمس قطاعات رئيسيه، هي المقاولات والطاقه والصناعه والمنتجات الفاخره والتكنولوجيا والعقارات والاستثمار. القسم الاكبر يتاتى ثلاث ارباع الايرادات بالدرجه الاولى او الارباح الصافيه دعنا نقول هي تاتي من العقار والاستثمار، ثم ياتي في المرتبه الثانيه تكنولوجيا المعلومات 17%، ثم المنتجات الفاخره اللي هي تجاره التجزئه 12.7%، والطاقه والصناعه والمقاولات للأسف يعني معروف أنه تخضع قطاع المقاولات بشكل عام في المنطقة ليس فقط في دولة قطر إلى ضغوط، وهناك أداء متدني والأداء سلبي فيها. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي يعني التدفق النقدي والإيرادات الإيجابية هي بالدرجة الأولى من داخل دولة قطر، أنشطة الشركة وشركات تابعة وحدات العمل في دولة قطر. نعم. خارج قطر للأسف النصف الأول كان أداء سلبي، وخاصة في قطاعي التجزئة خدمات المستهلكين والمقاولات، فكان الأداء سلبي لم يكن أداء إيجابيا. نعم. نعم. طب في هذا الشأن يعني يبدو أنه تحتاجون إلى إعادة تقييم الأصول كونه القطاع يمر بنوع من التباطؤ. القطاع العقاري أيضا في قطر يعني مرحلة التصحيح التي يمر بها تستدعي منكم على الأقل أن تلجوا إلى العمل بمعيار محاسبي على الأقل خاص بإعادة التقييم، هل تجد أنه هذا ممكن أن يعيد النظر في طبيعة القيمة الدفترية أيضا لأصول الشركة؟ في الحقيقة هناك قيمة كامنة يعني غير ظاهرة لا تعكس البيانات المالية، والمعيار المحاسبي بخيرك ما بين أن تعيد التقييم أو أن تفصحي عن أن هناك نمو في القيمة العادلة، القيمة الحقيقية، القيمة السوقية. إحنا ارتأينا كسياسة مالية متحفظة في الشركة، ارتأى مجلس الإدارة والإدارة العليا عدم إعادة التقييم لأنه سلاح ذو حدين. يعني في الأوقات اللي بيكون فيها رواج ترتفع قيمة الأصول، وبالتالي ممكن أن تسجلي أرباح هي أرباح صورية دفترية غير حقيقية، وقد يلجأ البعض وهذا خطأ ارتكبته بعض الشركات بتوزيع أسهم مجانية رسمية لتلك الأرباح، لكن في السنوات التالية اللي قد يحصل فيها كساد أو ركود، وكما هو معروف يعني دائما بيئة الأعمال تمر بدورة اقتصادية ما بين رواج ثم ركود ودائما بيجي كل كم سنه، بتعاني الشركه اذا انخفضت قيمه الاصول 10% ممكن تاكل جميع الارباح، فاحنا ارتئينا ان لا ندخل في هذه المخاطره، ان نفصح
بإيضاح في البيانات المالية بأنه القيمة السوقية العادة هي أعلى من القيمة التاريخية أو الدفترية أو التكلفة المسجلة في البيانات المالية، وهذا يعني امتثال تام للمعيار المحاسبي دون أن ندخل بالمخاطر. الخطر الثاني اللي ممكن يواجهك لما بتصير في انخفاض، إما أن تأخذ القرار يعني المؤلم أنه تسجلي خسائر وتمتص خسائر يعني أرباح السنة المتحققة من الأنشطة التشغيلية، أو أنك تلجأي لمثمن يكون يعني مرن حتى يعطيك التقييم اللي بدك اياه، وهذا كمان بيكون خطا. عرفتي كيف؟ وممكن يقع فيه. فاحنا تجنب لهذه الاخطاء والمخاطر ارتئينا في الشركه مجلس الاداره والاداره العليا عدم اللجوء للتقييم. طيب دكتور، هل يعني طالما نتحدث ايضا عن موضوع القطاع العقاري في قطر، دعنا ننتقل عن الاستثمارات، هل تنوون زياده استثماراتكم العقاريه في دبي على سبيل المثال، خاصه وانه كنتم بمجلس الاداره قد اتخذتم قرار بشراء مجمع سكني للعمال باماره دبي باكثر من 55 مليون درهم اماراتي، هل تمت عمليه الشراء؟ من اين ستتم عمليه تمويل هذا الاصل؟ وهل هنالك نيه للتوجه الان ربما لاستثمار عقاري اكبر في دبي؟ في الحقيقة تم شراء هذا العقار، هو مجمع سكن عمالي للشركات التابعة وأيضا للغير، يعني يمكن استثمار ويولد دخل، ودخل متولد منه جيد بالنسبة للعقارات. كم يبلغ يعني هذا الدخل؟ يعني العائد لا يقل عن 14-15% من هذا المجمع. بالنسبة للتوسع في العقارات في الوقت الحالي يعني ما في نية ورغبة حاليا، نتيجة يعني الظروف اللي بتمر فيها الاقتصاد العالمي بشكل عام، الاقتصاد الإقليمي، نتيجة تقلبات أسعار النفط، ما في يعني نية للتوسع كثيرا. بالنسبة لتمويل هذا، عملية الشراء سيتم ما بين مزج ما بين يعني من موارد الذاتية للشركة والتمويل، ودائما هناك يعني معادلة بتم دراستها بعناية باعتبار تكاليف التمويل بكافة الأحوال بتكون أقل من تكاليف رأس المال، لذلك بنقوم بهالمزاوجة هاي بحيث تنعكس بأفضل عائد على رأس المال المستثمر. لكن تحديدا في موضوع طالما نتحدث عن دبي، بالنسبة لإيرادات قطاع التجزئة بدبي، هل تشكل لديكم يعني إيرادات قوية مقارنة بإيرادات التجزئة في دول أو في مناطق أخرى؟ لا، في الحقيقة إيرادات المتحققة بدولة قطر هي الأعلى من التجزئة والتوزيع، وهي الأكثر ربحية. طيب لنتحول عن الخدمات إلى الخدمات النفطية، هل هناك أي عمل للسلام العالمية ضمن هذا الإطار بطبيعة الأحوال دكتور؟ نعم، هناك شركتين متخصصتين بتقديم خدمات لقطاع النفط والغاز والطاقة، وأدائهم جيد نسبيا يعني بالرغم من التذبذب اللي حاصل بأسعار النفط، إلا أنه لم ينعكس بشكل كبير، هناك انعكاس لكن ليس بشكل كبير. ما هي الأعمال التي تقوم بها هاتين الشركتان؟ ما هي أعمال هاتين الشركتين تحديدا؟ تقديم خدمات ما يسمى بالأبستريم، يعني تقديم خدمات لقطاع النفط والغاز، بعض الخدمات، بعض الأمور، المواد الكيماوية، بعض الأعمال اللي بتتعلق بالتفتيش، بعض الأعمال اللي بتتعلق بالصيانة، يعني بهذه المجالات. كم حصتهم من الإيرادات؟ يعني إن كان خدمات نفطية، لأنه دائما النفط دائما ما يكون من القطاعات المغرية، كم حصتهم من حصة هذه القطاع من إيرادات شركة السلام؟ يعني الطاقة والصناعة بشكل عام 8.6% من مجمل الربح المتحقق خلال النصف الأول من العام الجاري. وهي نسبة لا بأس بها بطبيعة الأحوال دكتور كما يبدو. لا، نسبة معقولة مقبولة. نعم. وجيدة، ونطمح إلى التوسع في هذا المجال وتحقيق عوائد أعلى إن شاء الله. أرجو أن ترافقنا دكتور عدنان السيتية، وأنت رئيس التنفيذ لشركة السلام العالمية، نلتقيك بعد فاصل قصير. وهذه المرة استفساراتنا عن طبيعة التدفقات النقدية للشركة والقرض الذي حصلت عليه في فترة سابقة.
نرحب بكم من جديد مشاهدينا في كلام مسؤول، ومعنا طبعا الدكتور عدنان ستيتي الرئيس التنفيذي لشركة السلام العالمي. نرحب بك من جديد. الحديث اليوم أكثر عن تفسيرك لتراجع التدفقات النقدية وخاصة من الأنشطة التمويلية بمقدار 31 مليون ريال، كيف تفسره؟ ناهيك عن أنكم كنتوا قد حصلتوا على قرض بقيمة 17 مليون ونصف مليون ريال في وقت سابق لصالح إحدى الشركات الشقيقة. الاستخدامات الخاصة بالقرض وطبيعة التدفقات النقدية لو سمحت. بالبداية أود أن أصحح صفتي في الشركة، أنا المدير التنفيذي للاستثمار وأمين مجلس الإدارة. بالنسبة اللي ذكرتيها حضرتك، يعني الشركة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، وبالتالي اتخذ القرارات بناء على ما تستنتجه من نتائج وتحاشيا لأي مخاطر تتعرض لها الشركة. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية يعني هذا مؤشر إيجابي، ممكن أنه هناك فائض للاحتياجات تم سداد بعض القروض أو استرداد بعض القروض من الشركات الشقيقة، فهذا يعني مؤشر إيجابي بشكل عام. التدفقات النقدية وخاصة الإيرادات يعني حصل شيء من التأثر بالأزمة الناجمة عن تقلبات أسعار النفط، خاصة بعد الأنشطة مثل العقارات اللي هي القطاع الأكبر والأكثر مساهمة بتحقيق الأرباح الصافية، حصل تراجع ببعض الإيجارات اللي تنعكس، لكن بقيت الأنشطة هي أنشطة رابحة وتعود بعوائد مجدية. نعم. والحمد لله، ونأمل أن تحقق الشركة نتائج أفضل مع نهاية العام مما تحقق في النصف الأول، ونسعى لتحقيق هذا الهدف بكل ما أوتينا باستخدام الموارد المتاحة، وبعد التخلص كما سبق وذكرت من بعض الأنشطة وتقليصها أو الخروج منها لذات الأداء الضعيف أو الأداء السلبي. نعم. الشق الثاني من السؤال كان بتعلق بالقرض اللي حصلتوا عليه بقيمة 17 مليون ونصف مليون ريال لصالح إحدى الشركات الشقيقة، كيف سيتم استخدامه؟ هو القرض بالحقيقة اللي حصلنا عليه لتمويل بعض الأنشطة، واستخدامه مثل ما سبق وذكرت بيكون يعني أي نشاط يمول من مصدرين، من الأموال الخاصة للشركة المتاحة إليها مواردها المالية الذاتية ومن القروض، ويتم استخدامه على الأغلب بأنشطة إنتاجية، ومثل ما سبق وذكرت تكلفة التمويل بتكون أدنى من تكلفة رأس المال والعائد بيكون أعلى دائما، يعني دائما بتكون الهندسة المالية لأي عملية اقتراض مبنية على أساس أنه هناك تكلفة أقل للتمويل على أقل من تكلفة رأس المال، وهناك إيراد أعلى بكثير من تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى تعظيم الأرباح نتيجة الفرق بالتكلفة ما بين التمويل ورأس المال والأرباح التشغيلية للنشاط ذي الصلة. أحيانا بتأخر هذا يعني هذه النتائج تتأخر نتيجة فترة النضوج، كما هو معروف كل إجراء لا يأتي أثر مباشر إلا إذا كان بالأنشطة مثلا مثل التجزئة بيعطي ممكن أثر مباشر، لكن بأنشطة أخرى بده فترة نضوج تظهر النتائج في فترات لاحقة متأخرة نسبيا، وهذا أمر طبيعي ومعروف أعتقد للجميع. طيب دكتور عدنان، كما سمعنا في التقرير منذ قليل يعني مطلوبات الشركة تصل حاليا إلى حدود 3 مليار ريال، كم يشكل حجم الدين منها وتحديدا كم تمثل من حقوق المساهمين؟ يعني حجم الدين يصل ل 700 مليون ريال قطري من تلك المطلوبات بلغ حوالي 3 مليارات. بالدرجة الأولى يعني حجم التمويل بالدرجة الأولى متعلق بشركة بنيان بالدرجة الأولى، ومعروف أنه احنا بنملك 70% وحساباتها مجمعة ضمن حسابات السلام العالمي لذلك تظهر مديونية، أما السلام العالمي بحد ذاتها مديونيتها أقل من هيك بكثير، يعني وتعتبر أنه من النسب المتدنية في المديونية. طيب يعني كنت قد ذكرت في لقاء خاص مع سي ام بي سي عربية في وقت سابق بأنه استراتيجيتكم تقوم على تخفيض خدمة الدين أكثر من الدين نفسه، هل ما زلتم على هذه الاستراتيجية؟ وهل يعني تختلف موضوع خدمة الدين وكلفة خدمة الدين خاصة إذا كان هنالك أي تغير بالسياسة النقدية في أمريكا؟ يعني حاليا انه ما زال الدين متدني برغم من ارتفاع التكلفه بشكل يعني بسيط، لكن ان علاقات استراتيجيه مع بعض البنوك ما زلنا بناخذ شروط تفضيليه. من المتوقع انه ترتفع تكلفه الدين، وهي من المخاطر اللي احنا اخذين احتياطيات الى اذا ما حصل، وممكن تخفيض نسبه المديونيه من جهه
وايضا ممكن الحصول على شروط تفضيليه من جهه ثانيه، لانه من المخاطر يعني التجاريه المحسوبه واللي يمكن درءها اذا ما حصلت. واذا ما حصل وانه تم مثلا الاحتياط الفدرالي رفع النسبه، وبالتالي الاسواق العالميه والاقليميه بتتبعه، فعندنا خطط بالحقيقه بديله للخروج من هذا الامر. وهذا بيعتمد على سياسه توزيع الارباح. بتعرفي الارباح المتحققه تعتمد على يعني دائما ثلاث مصادر بالدرجة الأولى أو ثلاث أسس يعني سياسة توزيع الأرباح. أولا الأرباح المتحققة، بعدين احتياج التدفق النقدي في الشركة، وإذا كان في فرص متاحة للنمو وهي فرص واعدة، فبالتالي الأرباح بتكون إما نوزع نقدا أو أن نوزع جزء نقدي وجزء أسهم مجانية أو نرسم تلك الأرباح. ففي حالة القروض لو ارتفعت تكلفة الدين، قد يكون أحد الحلول أن نرسم جزء من الأرباح ونسدد المديونية اللي ممكن تكون تكلفتها عالية. نعم، يعني ذكرت أنكم لديكم احتياطياتكم لمواجهة أي تقلبات في أسعار العملات، وحتى بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، طبعا باعتبار أن لديكم تواجد خارج قطر وهذا يتأثر بسعر صرف العملات. هل برأيك الأسواق الخارجية كان لها تأثير سلبي في عملية ربما صرف العملات، باعتبار أن بعض الأسواق كانت هناك تراجعات في عملاتها؟ وكما ذكرت يعني عن الاحتياطيات، هل لنا أن نعرف دكتور عدنان المبلغ المخصص، يعني ما هي مخصصاتكم تجاه هذه المخاطر؟ لا، بالحقيقة احنا ما خصصنا مبالغ محددة يعني في الميزانية، لكن واضعين خطة مثل ما ذكرت لحضرتك. مثلا سياسة الأرباح، توزيع الأرباح اللي ذكرتها قبل شوي، من ضمن بنودها انه ممكن في حالات وجود فرص واعده او احتياطيات معينه ممكن رسم جزء من الارباح. فاذا بدك تتوسع مثل ما ذكر. نعم، لكن دكتور يعني ذكرت عن التوزيعات، يعني التوزيعات انه عم تاخذ اشكال متعدده، لكن ما تزالون انتم مستمرين بسياسه التوزيعات بغض النظر عن عما يحدث؟ يعني هل ستبقى حتى العام بنهايه العام؟ يعني احنا اولا توزيعات، البعض يصف الشركه انه توزيعاتها سخيه وكريمه وكذا، انا ضد هذا الكلام. توزيع الارباح ليست مني على المساهمين، الارباح هي حق المساهم مالك الشركه، والجمعيه العامه هي السلطه العليا في الشركه. مجلس الاداره فقط يوصي بناء على معطيات معينه بتوزيع ارباح. يحق للجمعيه العامه ان تنقض قرار مجلس الاداره اللي هو ليس قرار، مجرد توصي، ولا توافق عليه وان تزيد الارباح. فاحنا نقوم بتوزيع الارباح بنسبة 10% سنويا، صارت تقريبا مثل التقليد إذا بتسمح احتياجات التدفق النقدية والأرباح المتحققة، ونأمل في الحقيقة أن نحقق نتائج أفضل ونرفع من هذه النسبة إذا ما تمكننا. هذا أمل نسعى لتحقيقه، هدف طموح إن شاء الله نوفق لتحقيقه، وسنحافظ على نسبة التوزيع إن لم تكن أعلى إذا سمحت لنا الأرباح المتحققة. نعم، نتحدث عن نشاط الشركة القادم خاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر. أنت جئت على ذكر تراجع أسعار النفط، تباطؤ في القطاع العقاري، ناهيك عن أنه تغير في تقلبات في سعر صرف العملات الخارجية. أعمالكم في الخارج هل ممكن أن تكون قد تأثرت أو ستتأثر بالبريكزيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ هل لديكم استثمارات تأملون أن تنعشوها في المناطق الخارجية التي ربما ستكون بعيدة عن التأثر بهذه العملية، عملية الخروج؟ يعني عملية خروج بريطانيا لابد أن تترك آثار سلبية على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى بريطانيا نفسها بالدرجة الأولى، وعلى قيمة عملتها وقيمة أيضا الأصول فيها. إحنا بالحقيقة ما عندنا انكشاف في بريطانيا ولا بالعملة الجنيه الاسترليني، وبالتالي احنا بمنأى الحمد لله عن تلك المخاطر. ولكن لا تفكرون بالاستثمار في بريطانيا في وضع يعني يواجه فيه الباوند يعني تراجع، وهذه فرصه لديكم لتعظيم استثماراتكم في الحقيقه؟ في الحقيقه وجهنا حاليا الميكروسكوب على بريطانيا، نطلع على فرص نستفيد من حاله. اين هي الفرص؟ اين تكمن؟ في اي قطاعات حددتوها؟ يعني قد تكون بالدرجه الاولى بالقطاع العقاري. احنا بتعرفي خروج بريطانيا بده يستمر، بده ياخذ سنتين تحضيرات له. اذا فعلا حصل التراجع بقيمه العقارات بالشكل اللي يعني متوقع، وانخفضت قيمه العمله بنسبه معينه، فممكن يكون يصير مغري جدا. حددتوا المبلغ اللي ممكن تستثمروا فيه في بريطانيا؟ لا، ما حددنا مبالغ محدده لانه لسه يعني سابق لاوانه. احنا حاليا عم ندرس ونتابع يعني اول باول. ايضا في مجالات اخرى ممكن تطلع ايضا على كندا، انخفضت عملتها من دولار الى دولار تقريبا الى 70%، صارت قيمه في 30 35% انخفاض.
وبالتالي أصبح أيضا منكم فرص، لكن حتى الآن ما في خطط محددة، لكن في فقط متابعة ومراقبة لتلك الأسواق اللي تأثرت عملتها وتراجعت وأصبحت قيمة الأصول فيها مقاومة بالدولار الأمريكي أو بالريال القطري أقل مما كانت عليه بنسب عالية، مثل مثلا ما سبق وذكرت 35%، فهي تحت المراقبة لكن ما في قرار حتى الآن، ما تخصص شيء محدد. طيب دكتور عدنان، يعني هذا عن دخول أسواق جديدة، أنتم موجودون اليوم بأكثر من سوق، فلسطين، السعودية، عمان، الإمارات، الأردن، لبنان، هل لديكم نية للخروج من أي من هذه الأسواق؟ لا، في الحقيقة من الأسواق بحد ذاتها لا، لكن من قطاع، من مشاريع معينة. مثل أي ممكن مشاريع؟ ممكن نخرج ل... لا، ما في شيء واضح حاليا، يعني ما في شيء، يعني في نقاش، لكن حتى الآن ما في قرار، عرفتي كيف، والإفصاح عنه سابق لأوانه، لكن احنا نتابع جميع مشاريعنا قيد المتابعة، كل اجتماع مجلس إدارة يرفع تقرير عن أوضاع المشاريع وأدائها، وبالتالي توضع مشاريع تحت المراقبة أكثر. القرار ما في قرار حتى هذه اللحظة، لكن مثل ما سبق وذكرت أنه خروج من منطقة جغرافية معينة مش مطروح، لكن مطروح الخروج من مشروع بحد ذاته أو من الفرص الاستثمارية اللي دخلنا فيها إذا ما حققت يعني الهدف من الاستثمار فيها، أو إذا تبين لنا ضعف الأداء وعدم القدرة على تحقيقها. يعني ما نوع هذه الاستثمارات والمشاريع حتى لو من دون أسماء، لكن نوعها مثلا عقارية، تجزئة؟ يعني في شيء عقاري، في شيء بالتجزئة، وفي شيء بالسياحة. نعم. اللي موجود تحت المراقبة. وفي أيضا بتقنية المعلومات بالآي تي موجود أيضا بعض المشاريع، لكن إحنا هي تحت المراقبة وليست، ولا يوجد قرار حتى الآن في التخارج. ففي درجات يعني من المراقبة اللي إحنا مراقب فيها مشاريعنا ومراقب الأداء بشكل ربعي، وعلى ضوء من نوضع مشروع تحت مراقبة أكثر ومتابعة وتحليل لأدائه وبياناته المالية. وفيما بعد يتخذ القرار، لكن حتى الآن لا يوجد أي قرار، لأنه القرار عندما يتخذ يتم الإفصاح عنه فورا بنفس الوقت ونفس الطريقة لجميع كيف المساهمين والمستثمرين المهتمين والجهات الرقابية. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات وعلى سعة صدرك دكتور عدنان السيتية، وأنت المدير التنفيذي للاستثمار في شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة. أشكرك فعلا على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا أيضا أتقدم بالشكر للمتابعة، وإلى اللقاء في برنامج جديد من كلام مسؤول. إلى اللقاء.